الحكومة النمساوية تعقد أولى اجتماعاتها بعد عطلة حارة. حزب إس بي أو ينتقد تهاون وزير الداخلية في ملف اللاجئين. معهد فيفو أسعار التدفئة في فيينا بدون رقابة. كتيب فيينا يظهر أن متوسط أعمار السكان يبلغ 41 عاماً. تابوت جليدي للتحذير من التغير المناخي في جبال الألب. ومكافأة مجزية لمن يقدم معلومات عن قاتلي طيور اللقلق. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. عقدت الحكومة النمساوية اجتماعا برئاسة المستشار كان نيهاما بعد عطلة الصيف لمناقشة مشاريع التنمية والقضايا العالقة. وتمت مناقشة تقرير وزارة المالية وحماية المناخ حول أجندة التمويل الأخضر في النمسا، وتحدث وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية عن التحديات الأمنية وبرامج المساعدات الاجتماعية. يذكر أن مجلس الوزراء علق اجتماعاته الأسبوعية منذ 5 يوليو بسبب العطلة الصيفية، واجتمع اليوم للمرة الأولى منذ ذلك الحين. für ihre Katastropheneinsätze auch sind und leistungsfähig sind und auch bleiben. Und aus diesem Grunde wird es bis Ende 2028, und ich nenne dieses Datum, weil... انتقد الحزب الاشتراكي النمساوي SPO في ولاية بورغلاند تجاوزات الحدود، حيث سجل أكثر من 1000 لاجئ في 168 ساعة خلال الأسبوع الأخير. وانتقد مدير الحزب في الولاية رولاند فيرست وزير الداخلية كارنا، متهما إياه بتجاهل هذا التطور. وذكر التقارير أن النمسا تحتل المركز الخامس أوروبيا بطلبات اللجوء، حيث تم تقديم 28500 طلب لجوء حتى نهاية يوليو. ودعا فيرست وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أشارت الوزارة إلى انخفاض اللاجئين بنسبة 60% واعتقال أكثر من 340 مهربا للبشر. أظهرت دراسة من معهد الأبحاث الاقتصادية في فيينا فيفو أن أسعار التدفئة المركزية لا تزال مرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار الغاز، ويعزى ذلك إلى رقابة غير فعالة ونقص في شفافية تحديد الأسعار من قبل هيئة الطاقة إي كنترول، حيث يتحمل الأفراد تكاليف مرتفعة، وأن النسبة العالية لاستخدام الغاز في إنتاج الحرارة تسبب هذا الارتفاع. وبررت الشركة أن تأثير التغييرات في أسعار الغاز يتأخر بالمقارنة مع السوق الحر، ويدعو الخبراء لرقابة فعالة وزيادة شفافية التسعير لتحقيق العدالة في الأسعار. نشرت مدينة فيينا كتيب فيينا في الأرقام 2023 الذي يقدم معلومات وإحصائيات مثيرة حول العاصمة النمساوية فيينا من قبل إدارة الإحصاء الحكومية في المدينة ماجستراط 23. ويظهر الكتيب أن متوسط عمر سكان فيينا يبلغ 41 عاماً، وأن حوالي ثلث النساء يعتبرن أكاديميات. ويوجد العديد من الإحصائيات الأخرى التي تشير إلى أن العديد من الأشخاص ينتقلون يومياً إلى فيينا للعمل، بينما يعمل البعض الآخر خارج المدينة. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الكتيب المتاح مجانا على الانترنت. قدمت جمعية أحمى فصول شتائنا في النمسا تحذيرا من التغير المناخي، وذلك عبر تمثيل تابوت جليدي للتنبيه لانحسار الأنهار الجليدية في جبال الألب. وشهد الموكب الجنائزي الرمزي في جبل فرانس جوزيف على ارتفاع 2300 متر فوق سطح البحر تنقل التابوت الجليدي لتسليط الضوء على انحسار نهر بيسترز الجليدي، أكبر نهر جليدي في النمسا، الذي انحصر بمقدار 87 مترا خلال الصيف الماضي فقط. ويحذر الخبراء من انفصال النهر الجليدي عن قسمه العلوي واختفائه في عامين تقريبا. أعلنت جمعية حماية الطبيعة في النمسا العليا عن مكافأة مالية كبيرة للكشف عن الجناه الذين أطلقوا النار على طيور النقار السوداء المحمية ورمي جثثها بجوار ممر دراجات في منطقة شيردينغ.
وكان الحادث قد وقع في أغسطس وتم العثور على طلقات في جثث الطيور، وقدمت الجمعية مكافأة مالية قيمتها 4200 يورو للمساهمين في الكشف عن الجناة. وتحظى طيور النقار السوداء بحماية صارمة في النمسا العليا، وقد تم تقديم بلاغ ضد الجاني المجهول والذي من الممكن أن يسجن حتى سنتين في حال الإدانة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.